هي بتويتي ساكن منطقة المحمدية ولاية بن عروس. بديت مع جاسمين من عامة الباك انتهائي، معناها كنت ما عندي حتى فكرة على العمل الاجتماعي والمجتمع المدني، كنت لها علاقة معناها، وأكثر معناها بروجي حسيته معناها ينفعني خاطر كانت عندي يد فيه معناها ديريكت، ومكاني مش نعرف معناها الطاقات اللي عندي وشنية نجم نعمل. معناها هو بروجي أكتف سيتنز اللي هو تابع البريتش كانسل، اللي هو بروجي انترناسيونال قاعدين نخدموا فيه في تونس. اخترنا باش نعملوا كافيه كولتيريل في المنطقه هذه خاطر ما عندناش حتى نشاط ثقافي ابار معناها دار شباب هذيك معروفه، وفما كان مكتبه عموميه ابار هذوما، فما حتى نشاط اخر معناها ثقافي في المنطقه هذيك. من الاول عملنا لي كوليكت دوني سيغ انترنت، خذينا معلومات اسكو معناها البلاصه هذيا تسحق بروجي هذا مسحقوش، مشينا عملنا سونداج معناها حكينا مع العباد. بعد الإحصائيات لقينا إنه معناها أكثرية العباد عندها معناها مستعدة إنها تمارس الثقافة، لكن ما فماش بلاصة معناها. البروجي تاعنا اللي هو كافيه كولتيريل اخترنا نسميوه إجا بحذانا. علاش حبينا نسميوه إجا بحذانا؟ فيه نوع معناها من الأتراكسيون كي العباد باش تجذب العباد، وما معناها في المنطقة كيما حكيت معناها ما عندهمش حتى علاقة بالثقافة، برغم إنه فما برشا معناها شباب وديجون معناها يعملوا مارسوا في الثقافة. أما لكن ديما نشوفوهم معناها خارج المنطقة نتاعنا، ما نشوفوهمش يمارسوا الثقافة غاديك معناها. احنا أول ما بدينا البروجي ما احنا كافيكتيف معناها جتنا الفرصة ما عند جاسمين الفونداسيون ما عند البريتش كانسل أننا نخدموا في البروجي هذا، ما حبيناش يقف البروجي علينا نحنا برك. صنعنا مجموعة من شبان من منطقة المحمدية تتكون من 20 شاب باش ياخذوا علينا زمام الأمور، جاهم في بعضنا معناها، وديما نقترحوا أفكار، والأفكار هذيا معناها شنو نولوا ناخذوهم عندهم هما، ما عادش معنا نحن.